سيبك من كل المشوار وخلينا في كوت ديفوار والمغرب هم دول اللي يهمني ان انا احافظ على شكل وطريقه واسلوب واداء وروح المنتخب المصري في كل بقى اللي جاي بصرف النظر عن ربنا يكرمنا ويوفقنا بالنتيجه من عدمه الاهم ان احنا نقدم الصوره دي والشخصيه دي عن منتخب مصر وده هيكون سؤالي الاول لضيفنا النهارده ونجمنا كابتن اشرف ممدوح مساء الخير كابتن اشرف مساء احمد سعيد جدا بوجودي معاك ودايما سعيد بوجودي على شاشه قناه النادي احنا كنا اتقابلنا بعد ماتش نيجيريا صحيح صح كده وقعدنا نقول هو الراجل كان بيعمل ايه أوه. هو ز... هو فين ما راحش للكاميرا فاكر صحيح ثم حدث التحول 180 درجه مزبوط. يعني من لما تبص كده للمنتخب قدام نيجيريا وتبص للمنتخب قدام كوت ديفوار والمغرب تقول هو ايه اللي حصل ايه اللي حصل وده كان في من زمان يعني السؤال م. كمان هو ده كان في من ما دام نقدر كده ليه ما كانش ده ظاهر من زمان شوف هو ده دور الاعلام ده الدور الاعلامي الايجابي دور الاعلام الرياضي الايجابي لانه لو كنا سكتنا لو كان الاعلام الرياضي وشاشات الاعلام الرياضي والمحللين اللي بينقدوا نقد ايجابي سكتوا ومجرد الدعم وخلاص ما كانش في نقد ايجابي في كل السلبيات اللي كانت موجوده ما كانش حصل التغيير ده كان في دور كبير جدا لكل الاعلام الرياضي لكل المحللين الرياضيين في مصر للجمهور ورايه على السوشيال ميديا كان واصل آه، طبعا كان واصل بشكل آه. كبير جدا جدا آه، معالي وزير الشباب والرياضه والاستاذ جمال علام كان لهم دور كبير جدا جدا في نقل الصوره صوره الاعلام الرياضي والشارع الرياضي المصري الغاضب جدا جدا عن كل السلبيات اللي كانت موجوده آه، مما لا شك فيه لازم نتحول احنا كمان 180 درجه من نقد ايجابي ليه كمان لاشاده بالمنتخب القومي والجهاز الفني بقياده مستر كروش لانه تحول بنسبه 180 درجه زي ما تفضلت قلت يا احمد الحقيقه يعني كل السلبيات اللي كنا بنتكلم فيها قبل قبل مباراه كوت تحديدا كلها تقريبا كلها اتعدلت آه واتبدلت في, في سيدنا السودان, السودان وغينيا بيساوي لكن آه كان لسه نفس الاخطاء كان نفس الاختيارات في التشكيل نفس التوظيف الخاطئ نفس اداره المباراه الخاطئه كل حاجه كانت ماشيه بصوره سلبيه جدا جدا وكانت اخطاء موجوده بنسبه 180% او 200% كمان. عايز اقول ان هذا التغيير نتيجه انه في ناس في 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 محللين في مصر بشكل جيد، في اعلام رياضي شايف مصلحه المنتخب وبيدعمه بشكل ايجابي جدا جدا وهو ده دور الاعلام احمد اللي بنتكلم عنه انه لما بتنتقد حاجه بتنتقدها للصالح العام وليس لمجرد النقد في شخص بعينه. أنا شايف إن كان في دور مهم جدا جدا فعلا للمحللين والنقد الرياضي أو الإعلام الرياضي الفترة اللي فاتت، كان في دور لمعالي وزير الشباب والرياضة، كان في دور للجهاز الفني في نقل الصورة السليمة لمستر كروش، وأعتقد إن هذا التغيير اللي تم كان ليه دور كبير جدا جدا في هذه الصورة الواضحة لأداء منتخب مصر. هذا بالإضافة بقى لأنه أداء المنتخب القومي بقيادة كل اللاعبين عايز اقول محمد صلاح على راس اللاعبين وكل لاعبي منتخب مصر الحقيقه سواء الاساسيين او اللي بيشاركوا كاحتياطي اعتقد ان هم الحقيقه يستحقوا الاشاده بنسبه مليون في الميه نجوم المنتخب من آن... وجهه نظرك في الماتشين دول الكل. يعني, الكل يعني انا مش مش هقول لك في في واحد بعينه ولكن الحقيقه جميع اللاعبين بلا استثناء شفنا تحول كامل احمد في كل حاجه يعني اداء الروح القتاليه العاليه جدا جدا اللي جداً. شفناها في المباريتين دول دي دي روح منتخب مصر دي شخصيه منتخب مصر بالاضافه بقى لاداء بدني عالي جدا جدا ما شفناهوش في كل المباريات اللي فاتت من وقت مباريات ليبيا اداء فني اداء ذهني الحقيقه في في خوف و و و وحرص على كل من كل اللاعبين سواء اللي بيشاركوا بشكل اساسي او على دكه البدلاء انه منتخب مصر وشخصيه منتخب مصر لازم تعود هي دي اللي بتدي البطوله وهي دي شخصيه منتخب مصر اللي كنا مفتقدينها وهو ده اللي احنا محتاجينه مستر كروش لا اكثر ولا اقل، احنا مش أيه. عايزين أكتر من كده، اداره فنيه داخل المباراه انا شايف انه حتى على مستوى اداره المباراه فاكر لو لما اتكلمنا انه بس مش اختيارات وتوظيف و... و... بشكل خاطئ، لا ده كمان اداره المباراه إدارته إدارته اداره المباراه كانت خاطئه أيه. جدا جدا في كل المباريات، ولكن الاداء الفني لمستر كروش داخل مباراه او في مباراه كوت ديفوار تحديدا وبعدها مباراه المغرب ولكن تحديدا مباراه ضد لانها كانت نقله كبيره جدا جدا من اداء سيء بنسبه 100% لاداء ايجابي بنسبه 200% انه شايف سلبيات المنافس بتلعب عليها بتلعب على اخطائه بتشوف ايجابياتك والسلبيات اللي كانت موجوده عندك بتغطيها وبتلعب على ايجابياتك انت كمان واللاعبين اللي بيشاركوا معاك ومدى خطورتهم لا الحقيقه في حتى تغييرات اثناء المباراه اشاده كامله بنسبه 100% مش عارف هتختلف او تتفق معايا في ده بس انا خوفي اكتر من خساره لقدر قدر الله ماتش الكاميرون وعدم التاهل النهائي خوفي اكتر من ان احنا نفقد الحاله دي في المباراه اللي جايه يعني, يعني مش عايز احس ان اللي حصل في كوت ديفوار والمغرب ده طفره وخلاص بعد كده يعني رجعت ريما لعادتها القديمه زي <applause> شوف انا بقوله. انا شفت امبارح انا عايز احافظ على الحاله دي طبعا انا يعني شفت امبارح الروح والاداء بالشكل ده يستمر لغايه لما نوصل ان شاء الله كاس العالم متفق معاك مليون في الميه وشفت امبارح بعض الاراء سواء على السوشيال ميديا او بعض البرامج بتتكلم انه احنا اكتفينا بما قدمناه في بطوله ام افريقيا لا يعني انا شايف ان ده كلام خاطئ لا احنا نكمل م. مستوى لاعبتنا وده اللي كنا بنقول على فكره انا وانت هنا قلنا ان عندنا مجم... تسمح سكواد بده. كبير جدا من اللاعبين قوام 40 لاعب في منتخب مصر اللي مع المنتخب دلوقتي واللي هنا حتى موجودين كلهم يستحقوا التواجد في منتخب مصر وكلهم لاعبين جيدين وكلهم يقدروا يحققوا بطوله امم افريقيا لو في الروح والعزيمه والاصرار والاداء الفني السليم من منهم ومن المدير الفني لا عندنا ده نقدر نكمل انا اعتقد ان البطولات المجمعه كل ما بتاخد خطوه وتتقدم اكتر كل ما الروح بتزيد اكتر وكل ما الاصرار والعزيمه بتبقى افضل واكبر واعتقد ان مستوانا ان شاء الله امام الكاميرون هيكون افضل ان شاء الله من مبارتين طيب. اللي فاتوا خدتني للكاميرون م. ماتش الكاميرون مش بس واحد من اقوى فرق البطوله م. لكن كمان بتكلم على آه كلاسيكو ديل ماما افريكا صحيح. زي ما بيقولوا يعني م. اكبر ديربي حصل على مستوى قاره افريقيا وخصوصا في النهائيات احنا قابلنا الكاميرون في النهائيات والادوار قبل النهائية كتير قوي م. وايضا ودي اللي بقى ليها حسبه ثانيه هتدخلنا في حسبه بيرما صاحب م. الارض والجمهور صحيح شايف ماتش الكاميرون اوجه الصعوبه فيه ازاي وخصوصا كمان طبعا عندنا يعني ضربات مؤلمه وموجعه بعدد من الغيابات يعني لعيبه كانت الابرز في مشوار المنتخب الوطني ما بقتش قلقان يعني بصراحه شديده جدا يعني ما بقتش قلقان انه حتى البديل اللي بيبقى متواجد بيكون على نفس الكفاءه لم يكن افضل يعني لو شفنا محمد عبد المنعم مثلا واحد من افضل اللاعبين الموجودين في البطوله رغم انه ما كانش موجود بشكل اساسي مع منتخب مصر في بدايه المشوار او في قناعات مستر كيروش يعني عمر كمال مكان اكرم توفيق ادى بشكل جيد جدا اسماء كثيره كانت ما كانتش موجودة أيمن أشرف أسماء كتيرة ما كانتش موجودة بشكل أساسي ولكن وجودهم والروح والإصرار والعزيمة اللي موجودة ادت اداء غير طبيعي منهم واعتقد ان ده او دي حاله اللاعب المصري دايما بتكلم فيها انا وانت احمد دايما اللاعب المصري محتاج معالجه نفسيه قبل كل بطوله او قبل كل مباراه يأديها وده اللي هنيجي فيه للاهلي بعد كده اللي أنا هتكلم في ده بشكل كبير انه اللاعب المصري دايما محتاج مش معالجه نفسيه ولكن محتاج تعامل نفسي بشكل معين يقدر يدخل من خلاله لادائه الفني الطبيعي مع الروح والاصرار والعزيمه اللي بتفرق كتير جدا جدا والتعامل اللاعب المصري بذكاء لانه مش عايز اقول اللاعب الافريقي العكس ولكن اللاعبين لاعبي المنتخب المصري دايما بيتعاملوا مع افريقيا بذكاء شويه في 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 التمرير وفي التحركات وفي التمركز وفي الحاجات دي بتفرق كتير جدا جدا في ادائنا وفي نتائج مبارياتنا. عايز اقول ان الكاميرون منتخب قوي جدا ولكن ما زال الكاميرون ما مباريات كبيره يعني مشوارنا كان الاصعب. مشوارنا طيب. كان الاصعب في في البطوله احنا من الاربعه اللي وصلوا قبل النهائي مشوارنا الاصعب اصعب الاصعب طبعا أوه. منتخب كوت ديفوار مرشح بقوه جدا منتخب المغرب كان المرشح الاول للبطوله مصر المغرب يعتبر نهائي مبكر طبعا الكاميرون ما واجهش فرق كبيره وبالتالي أي. نتائجه عظيمه يعني نتائجه فيها ارقام كبيره من الاهداف والاستحواذ و... ولكن منتخب لا يستهدف خداعة, خداعه ولا بتترجم قوه لا شوف يعني بتزيد 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 ما هو انت لما بتلعب مباريات احنا شفنا جزر القمر شفنا بوركينا فاسو شفنا منتخبات ما كانتش موجوده في الحسبان ادت بشكل رائع جدا وده يدي لك مؤشر انه افريقيا بتتبدل الاحوال فيها غانا يعني كان بالنسبه لي غانا والجزائر صدمه كبيره جدا جدا خروجهم المبكر جدا فرق كبيره جدا واسماء كبيره جدا الجزائر كان واحد من اهم المرشحين للبطوله نيجيريا قدام تونس ونيجريا. وتونس قدام البورتينا ده صحيح ونيجيريا كمان يعني بشكل خاص انا كنت اعتقد ان نيجيريا هتبقى طرف النهائي لانها فرقه مكتمله الاركان يعني طيب. فاعتقد انه ما بقاش في فرق ضعيفه تقدر تقول عليها ضعيفه ولكن الكاميرون مشوارها كان اسهل مستواهم زاد وارتفع يعني انا متابع كاميرون من بدايه البطوله لا كل مباراه بيزيدوا عن المباراه اللي قبلها فنيا وبدنيا وذهنيا وده دي حاجه تقلق عندهم طبعا هدافين البطوله ولكن انا اعتقد ان منتخب مصر ان شاء الله خلاص دخل ال المعترك الإفريقي خلاص بقى موجود شخصية المنتخب المصري وشخصية لاعبتنا ودي اللي بتدي دايما تفاؤل دي اللي بتدي دايما يعني عايز أقول إن مصر دايما ولادة ودايما مصر بتقول إنه روحنا وإصرارنا وعزيمتنا بالاضافه لامكانياتنا الفنيه والبدنيه ومجموعه اللاعبين الموجودين لا هنقدر ان شاء الله نتخطى الكاميرون وان شاء الله نقدر نفوز بالبطوله باذن الله. الناس ما اتبسطتش قوي لما سمعت اسم بكاري جساما عايز اعرف كان عندك نفس الانطباع آه. تسمح لي كده سريعا معاكم ومع السيد المشاهدين اقول لحضراتكم مشوار بكاري جسامة تحديدا مشواره الدولي ومشواره مع منتخب مصر راجل حكم 127 مباراه طلع خلالها 337 كارت اصفر 14 كارت اصفر ثاني واربع كروت حمراء مباشره ادار ست مرات في ست نسخ نهائي دوري ابطال افريقيا نهائي واحد لكاس الامم الافريقيه ونهائي كاس سوبر افريقي برضو واحد لينا احنا عمل لا بدايه لعب ماتشين في كاس العالم واحده في 2018 وماتش في نسخه 2014 بالنسبه لمصر في تصفيات افريقيا المؤهله لامم افريقيا ادار لينا ماتش واحد وانتهى بفوز تونس بنتيجه 1-0 وده كان في 2014 ماتش وحيد لمصر في كاس امم افريقيا الحاليه ده كان بضربه ب... البدايه مع نيجيريا وانتهت بفوز نيجيريا 1-0. ثلاث ماتشات لمصر في التصفيات المؤهله للمونديال، مصر زيمبابوي 2013 وفوزنا فيها 4-2، مصر والكونغو طبعا 2017 تصفيات كاس العالم المباراه الشهيره جدا اللي اتحسب لنا فيها ضربه جزاء في النهايه وسجلها صلاح وانتهت 2-1 لصالح مصر وكانت سبب مباشر في تأهلنا لكاس العالم، والجابون في تصفيات 2021 وانتهت بالتعادل 1-1 واحد واحد. قبل ما اروح لبكري طبعا صدمه, صدمة طبعا صدمة. انا طبعا مصدوم الحقيقه من بكري جسامه لانه انا شايف ان عليه تعليقات كتيرة جدا يعني في ادارته للمباريات في في شكوك وفي كلام كتير جدا على ادارته المباريات خاصه لما تكون في في بطولة أم أفريقيا ومقامة خارج مصر بيكون الأمور صعبة جدا وبيكون مش بص أنا ما بحبش أشكك بنسبة 100% ولكن في شكوك بتدور حول بكاري جسامه في كل الاحوال وفي كل الظروف وفي كل المباريات مم. واصرار الاتحاد الافريقي على تواجده رغم كل هذه الشكوك اعتقد ان في يعني تساؤلات كثيره جدا شبهه يعني شبه. يعني طبعاً. طبعا الشكوك بتدي طبعا شبهه ودي حصل يعني حصلت في مباريات كتيره لو لو قعدنا عدينا الاخطاء اللي تمت من بكاري جسامه سواء على المستوى الدوري ابطال افريقيا او بطوله افريقيا لا اخطاء كتيره جدا واخطاء جسيمه يعني كان لازم يتوقف معاها فترات طويله جدا والتحكيم عموما في البطوله دي سيئ. نقطه سوداء في جبين على جبين الكره مش هنتكلم عن عن التحكيم بس انا اتكلمت على نقط كتيره جدا في سلبيات كتيره جدا في, في في تنظيم هذه البطوله ملاعب وتحكيم واداره وتنظيم لا حاجات كتيره واقامه لا في حاجات كتيره جدا سلبيات كتيره جدا في هذه البطوله بس خلينا نعترف برضو انه يعني هي دي امكانيات القاره الافريقيه يعني عشان ما نظلمش الناس الناس اجتهدت بشكل كبير جدا عشان تعمل البطوله في ظروف صعبه على الاقل كان يبقى في تنظيم على الاقل يبقى في يعني في تنظيم يعني التنظيم هل هل ده محتاج ان يكون عندي مشكله في ماليه تنظيم يعني على الاقل اداره المباريات ولجنه التحكيم والفار كل دي مشاكل موجوده في تنظيم في الملاعب والاخطاء اللي حصلت ووفاه بعض طبعًا الجماهير كسر و... طبعا لا التنظيم مش محتاج امكانيات كبيره طيب. لا في خليني في سلامه الملعب صدق. من وجهه نظرك في ظل الغيابات التشكيل امثل وانت بتلعب الكاميرون والطريقة هل تتوقع ان كيروش يألف في موضوع الطريقة ولا هيميل لنلعب بنفس الطريقة لو جانا بيها المغرب وكوت ديفوار وإيه هي الأسماء الأنسب من وجهة نظر أشرف لا خلاص أعتقد خلاص مفيش تأليف تاني أعتقد خلاص كيروش أعتقد <applause> الحمد لله هي, هي كل ماتش أول لا هو اقتنع, هو, اقتنع هو سمع آه خلي بالك هو أنا عنده ناج... مش قادر أنسى مش قادر مش قادر أنسى ماتش نيجيريا ده بصراحة مش قادر غطى لن تختفى طبعا مش أبدا مستحيل وأعتقد إنه إنه بعد كده لما تدارك الأمور وقدر يقعد مع نفسه ومع مع الناس واستمع لانه عنده صفحات خاصه بيه بيشوف الراي العام وبيشوف اراء الناس ايه آه لا آه في, في مش كان في مشكله كبيره جدا جدا وكان في تعالي واحنا اتكلمنا في ده في تعالي, تعالي في تعالي في كل حاجه وعناد غير طبيعي فانه يتراجع عن ده ويصحح المسار لا يستحق الاشاده وبنقول انه احنا كلنا بندعمه بالتاكيد مليون في المئه قولا واحدا ما فيهوش نقاش يعني أوه. طبعا تصريح امبارح او النهارده الحرب, الحرب الحرب طبعا يعني في كره القدم الالفاظ دي بتبقى يعني آه صعبه شويه ولكن بتدي لك انت كمان قوه واصرار وعزيمه اكتر على الفوز بهذه المباراه و و واعتقد ان بتالي كاميرون برده يعني كاميرون بالذات يعني نتيجه مشوارنا مع بعض بتعمل حساب كبير قوي المنتخب أوي قوي قوي بص انا يعني... انا 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 دايما ببص دايما لمنتخب مصر انه الافضل في افريقيا ليه م. مش بس حسب النتائج تخوف كل المنتخبات الافريقيه بكل نجومها كل نجوم افريقيا من 2000 من زمان جدا يعني من, من وقت الكابتن جوهري الله يرحمه وقبل كده كمان من من مصر ومن اداء منتخب مصر ومن امكانيات لاعبي منتخب مصر احنا عندنا الخامات اللي تقدر ترعب حتى لو على المستوى المحلي مش بس عالميا أي. ترعب القاره السمراء لانه احنا بنعرف نتعامل مع المباريات دي بشكل جيد مش بالاسماء بقى مش بالاسماء طبعا <تصفيق> طبعًا. <تصفيق> طبعا في فرق انا آه. متفق معاك طبعا في قيمتها التسويقيه آه. و... آه. يعني ممكن تبقى طبعا بس ابو صلاح من, من منتخب مصر تلاقيه ان احنا صحيح يعني من ناحيه القيمه التسويقيه متراجعين جدا لكن صحيح. لا مش بال... مش بالارقام هو ده اللي انا بقول لك عليه ان مصر يعني قيمتها في افريقيا كبيره جدا جدا وبالتالي لا الكاميرون دايما متخوفين مننا دايما بيعملوا حساب بشكل كبير جدا جدا لمنتخب مصر واعتقد ان الضغط العصبي والنفسي في هذه المباراه هيكون اكبر واكثر عليهم. على منتخب الكاميرون ودي هتكون ان شاء الله نقطه ايجابيه في صالحنا شوف البطولات المجمعه ودي حقيقه لازم نعترف بيها البطولات المجمعه احنا دايما بنكون الافضل لو ماشيين بهذا الشكل ماشيين بهذا الشكل السلس العادي اللي احنا اللي هو مستر كروش بيتعامل بشكل طبيعي آه، كل واحد في مكانه كل واحد بيأدي دوره. الصفحه دي آه، يعني آه يعني آه ان شاء الله ابو جبل يكون موجود. نتمنى وفي آه. احتمال انه يلحق إن طبعا شاء الله. آه، هيكون عمر كمال آه، الونش وعبد المنعم ان شاء الله يكون الونش كمان سليم الونش بش ماشي بشكل مميز جدا. حابب تبدا بعبد المنعم وايمن. آه، ممكن أيمن بص شوف أنا أنا بس قلقان من من فكرة وجود أيمن في في المباراة دي علشان الكرات العالية الكرات أو. العرضية وخاصة أطوالهم كبيرة جدا جدا هي دي بس اللي تقل تمام أطوالهم وأجسامهم أجسامهم اه, آه. هم متميزين آه. كمان جدا فيها يعني آه آه, آه. اه اه يعني آه. الونش وعبد المنعم فتوح طبعا ماشي بشكل مميز جدا الحقيقة آه هيبقى حمدي فوق فوق السردباكين إن شاء الله, إن شاء الله. آه السولية والنني آه، ولازم كمان احمد نقول ان النني رغم كل انتقاداتنا ليه الفتره اللي فاتت شفو طبعا انتقاد بشكل ايجابي على فكره احنا ما بنقولش على الا احنا منتظرين منه, عشر. عشر. يعني منه يعني احسن من انا ده. انا انا يعني كل الناس بتشكر انا كان معايا كابتن خالد جد الله امبارح قال لي نني يعني انا قلت له الننى سوبر بالذات في كوت ديفوار نجم المباراه يعني صحيح يعني هو كل النجوم لكن هو كان في ماتش كوت ديفوار هو ده النني اللي انا مستني اشوفه في منتخب مصر صحيح كابتن خالد جلال امبارح بيقول لي وانا بقول كده بيقول لي النني عنده كمان اكتر من كده تمنى ده يعني يعني بصراحه البطوله دي هترجع لعيبه كتيره جدا وهتكتشف لعيبه يعني محمد عماني ان شاء الله يكون اهم احد الاكتشافات في البطوله دي آه عمر كمان ابو واحد كمان ماشي بشكل جيد جداً, جدا ابو الفتوح لا في اسماء الحمد لله ظهرت بشكل كبير وسكواد كمان بيزيد لمنتخب مصر عندك لعيبه اساسيه ولعيبه آه على على دكه البدلاء يكون عندنا قوام منتخب قوي ان شاء الله أنت كان الاول اكرم بالظبط يعني بالزبط. لقد الله بره بتكون مشكله كبيره يعني مشكله كبيره المنافسه دايما المنافسه دايما, المنفسة دايماً. لما تبقى موجوده بتديني ايجابيات اكتر وبتديني مستوى عالي اكتر طيب. آه، النني والسولية وتحتهم حمدي هيكون آه، بالتاكيد الثلاثي الامامي صلاح ومصطفى و... آه، واتمنى يكون مرموش مش تريزيجيه لانه آه، مرموش بيرهق بشكل كبير جدا جدا خط خط دفاع المنافس تريزيجيه بينزل برياحيه اكتر وبيكون عنده استعداد اكتر وتريزيجيه بقى عنده ثقافه انه يكون احتياطي وينزل مركز بالقوه والاداء والشكل ده مش بس خلي بالك تريزيجيه المباراه اللي فاتت مش بس احرازه الهدف من وقت ما نزل تريزيجيه ما فيش ميس باص تمريراته كلها ايجابيه، تحركاته كلها ايجابيه، لا كان 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 منتج بشكل كبير جدا ومفيد لمنتخب مصر بشكل كبير. كل التوفيق لمنتخبنا واتمنى دلوقتي. كمان ان يكون في دور في المباراه دي تحديدا لمحمد أوه. شريف لاسباب كثيره، اولا أول محمد شريف من اكتر اللاعبين وافضل اللاعبين اللي بيتحركوا في الخطوط الخلفيه للمدافعين. منتخب الكاميرون عنده مشكله كبيره جدا جدا في خط دفاعه العمر دي فاكر فاكر كره زيدان زيدان طبعا طبعا, آه طبعاً آه عنده المشكله نبطولة دي صحيح آه بتحرك وباص آه يعني فاتمنى ان يكون في دور لمحمد شريف لانه عنده سرعات يمتلك السرعات ويمتلك الفينش الجيد على المرمى وهيكون عنده مميزات كبيره جدا جدا في الاختراقات من العمق في خط الدفاع الكامل يعني في رايك الاوراق الرابحه من وجهه نظرك اللي ممكن ما تلعبش اساسي تريزيجيه آه وزيزو تريزيجي ومحمد شريف وزيزو وزيزو, وزيزو, وزيزو طبعاً, طبعا يعني آه يعني شابول زيزو لانه وقت ما بينزل التركيز خلي بالك مهم جدا جدا ان اللاعب اللي قاعد على دكه البدلاء بره يكون مركز اكتر من اللي جوه لانه تركيزه هو شايف هو شايف المشهد قدامه عارف هيلعب فين خطوطه عامله ازاي السلبيات اللي موجوده فين المساحات اللي يقدر يتحرك فيها ازاي لا مهم جدا جدا تركيز اللاعبين واعتقد ان تريزيجيه وزيزو في المباراه اللي فاتت شابوه بنسبه مليون في الميه ان شاء الله باذن الله يا رب المره الجايه احنا نتقابل نكون بنتكلم على مشاركه مصر في المباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله نتمنى ده وان شاء الله عندي تفاؤل كبير جدا جدا لانه لعيبتنا طيب. تستحق ده عايز افتح يعني. معاك صفحه السبت صفحه متفضل. الاهم يعني اهم بطوله دي لنادي الاهلي بطوله كاس عام ده ورغم كل المطبات الصعبه م. التوقيت الغيابات الاصابات مشاركه الدوليين م. الا انه جماهير النادي الاهلي عندها امل كبير جدا ان احنا نقدر نتجاوز مونتريو يوم السبت اللي جاي، شايف المواجهه دي ازاي؟ صعوباتها ايه؟ والتعامل معاها ازاي؟ من وجهه نظرك. بطوله مهمه طبعا، يعني مش هنتكلم على انه التنظيم السيء ومواعيد البطوله لان كابتن خطيب خلاص قفل هذه الصفحه بتصريحه م. النهارده وقال انه منتخب مصر هو الاولى، ونادي الاهلي دايما بيدعم هذه الفكره ودايما لعبتنا موجوده في منتخب مصر ومجلس الاداره دايما بيدعم. وجود لعبتنا مع منتخب مصر حتى لو النادي الاهلي محتاجهم بشكل كبير ولكن اتكلم كابتن خطيف في انه التنظيم كان لازم يكون من البدايه في المواعيد لازم يكون في تنسيق فشل ذريع فشل ذريع طبعا فشل زريع زريع. يعني ولكن طبعا الظروف سيئه جدا يعني انت بتتكلم في اربعه او خمس لاعبين مش هيبقوا متواجدين بشكل رسمي في هذه البطوله بنتكلم عن اكرم توفيق عن بدر بنون أنا عن انا في بدايه الحلقه عديتهم انت عندك يعني لو بصينا اخر ماتش لعبه النادي الاهلي بالفول سكواد في ثمانيه من الاساسيين اللي لعب ماتش ده غايبين عن البطوله عن المباراه, المباراة الاولى انا كنت بتكلم عن البطوله ان في اربعه هيغيبوا آه. بشكل رسمي آه. على, بشكل على البطولة. رسمي عن البطوله ولكن عن المباراه الاولى طبعا في تم... سته سته في ثمانية من من الاساسيين آه. عندك شناوي اكرم توفيق آه ايمن اشرف آه حمدي فتحي آه السليا آه آه محمد, محمد شريف, شريف. عندك بدر وبدر بنون وبدر بنون ثمانيه دول دول الثمانيه صحيح وضيف عليهم بقى في قائمه غيابات ثانيه طبعا حسام حسن صلاح محسن حمد محمد محمود طمنا عليه الحمد لله الحمد لله ممكن يشارك باذن الله محمود متولي طبعا بعيد بقاله فتره بس برضه مش هيكون مع الفريق في البطوله فلا في فرقه كامله تقريبا مش مش مسافره يعني دي دي التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي دايما دايما عندنا تحديات كبيره جدا انه في 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 اصابات كتيره انت بتلعب في خمس ست بطولات اثناء الموسم على المستوى المحلي والمستوى القاري وبالتالي انت دايما بتقول انه لازم يكون عندك سكواد مهم جدا في النادي الاهلي او كبير في النادي الاهلي عشان تقدر تخوض هذه البطولات ومش بس تخوضها دايما احنا بنقول ان النادي الاهلي بينافس على كل البطوله يعني بيدخل بطوله عشان ينافس على هذه البطوله. آآ آآ يعني ان شاء الله نتمنى في هذه البطوله ان نصل لابعد نقطه فيها رغم صعوبتها رغم كل هذه الغيابات وكل هذه المشاكل اللي موجوده بالتاكيد عندنا غيابات مهمه جدا خلي بالك انه لو غاب لاعب واحد بس مؤثر في تيم في او في اي فريق بيكون غيابه مؤثر جدا لو نتكلم عن لاعب مؤثر يعني احنا في بعض الاوقات كان افشى مثلا هو محور الارتكاز او محور اداء النادي الاهلي وقت ما كان بيغيب كنا بنشعر بغيابه ما بالك النهارده بيغيب سبع او ثمان لاعبين عن التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في بطوله مهمه وامام وامام مونتيري مونتيري من الفرق الجيده صحيح هو في مستواه الطبيعي في هذه الفتره يعني اعتقد هو ترتيبه الثامن او التاسع في 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 الدوري المكسيكي واهم نقطه سلبيه ان دخل مرمى 16 هدف ودي من من العلامات الكبيره جدا اللي تقول لنا انه خط دفاعه عندهم مشكله كبيره جدا، طيب. عندهم بعض اللاعبين المميزين واعتقد كانوا مشاركين مع المنتخب المكسيكي ولكن يعني في تصريحاتهم ان هم هيعودوا للمباراه ممكن هم او على الاقل اثنين لاعبين او او اثنين منهم هيكونوا موجودين ماتشوه. لان هم عندهم انذارات او مش هيبقوا متواجدين طيب. مع المنتخب المكسيكي. يعني بس يعني في اكيد غيابات. في يعني ثلاث تل... اربع يعني غيابات اعتقد اه يعني الحال ممكن يكون متوازي ولكن احنا غياباتنا اكتر بكتير استعداداتنا الفتره اللي فاتت آآ يعني آآ شوف في بعض الناس بتقول انه انت انت بتربط بين المشاركه بين ماتش مونتري ومقدمات ما قبل الماتش يعني هل طبعاً. هل, هل طبيعي كاس عدم مشاركه اللعيبه الاساسيه او حتى الظهور الوحيد اللي شاركوا فيه استعداداتك 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 مهمه لكل بطوله آه شوف انا انا من فتره طويله جدا جدا بنقول انه آه لازم نبص على هذا القطاع قطاع الناشئين في النادي الاهلي لانه في عناصر جيده آه احيانا كنت بتاخد واحد او اثنين منهم يطلعوا مع الفريق الاول يتمرنوا ولكن انت ما تبصش بصوره عامه على كل الفريق آآ آآ موسيميني في الفترة اللي فاتت اه ابتدى يبص ل 2003 مش بس 2001 2 لا 2003 و2004 فانت نزلت كمان لقطاع نشين لتحت جدا عشان تقدر تكتشف المواهب الموجوده وشفنا اسماء مهمه جدا يعني ما احمد سيد غريب محمد مغربي محمد فخري مصطفى شبير اه زياد طارق اسماء اه كثيره ظهرت الحقيقه يعني ست سبعه لاعبين مبشرين الحمد لله بشكل كبير باي. جدا واعتقد ان في ثلاثه او اربعه موجودين مع مع الفريق في في اكتر من كده كمان يعني اعتقد احمد اشرف مصطفى حمزه علاء حمزه علاء زياد طارق صحيح. احمد سيد غريب أربعة. مغربي سافر النهارده م. او سفر. فخري أو لا فخري سواء مش صغير كبير أو. يعني خمسه خمسه م. او ست لاعبين فده ده, ده ده يعني انجاز كبير جدا لهذه البطوله انك تخرج باربع خمس لاعبين من من بطوله كاس الرابطه طيب, طيب كان ممكن يعني ممكن. كنت افضل <applause> انه انه نشارك على الاقل بجزء يعني 50 60% من اللاعبين اللي اللي هيشاركوا في في البطولة. البطولة. لانه احنا دايما بنقول انه انه استعداداتك في بشكل رسمي في حتى لو على شكل مباراه وديه يعني مهم جدا جدا عشان تدخل بطوله مهمه امام فريقها وزي مونتيري لا كان لازم تستعد بشكل جيد كان لازم يكون متواجدين في هذه البطوله على الاقل مشاركه في بطوله كاس الرابطه آه كنت اتمنى ده ولكن يعني ما, م... ما لعبتش مباراه واحده بسكواد كامل قبل البطوله متوقع يعني هتعدي الحته دي ازاي و صعب الفريق ما لعبش بقاله فتره طويله جدا آه مباراه قويه بسكواد كامل <applause> مشكلة كبيرة جدا ما هو ده اللي أنا بقول لك عليه هي دي النقطة السلبية الوحيدة في في الفترة اللي فاتت من مستر موسيميني يعني الحقيقة أنا لغاية دلوقتي مش متخيل يعني أنت لسه راجع لك ديانج ولسه راجع لك آه علي معلول ديانج وعلي فعلا. معلول يعني كانوا بي بيشاركوا ب يعني آه. حتى ديانج ما شاركش مع منتخب منتخب <applause> بلده علي معلول ما شاركش بنسبة كبيرة <applause> وبالتالي برضو يعني هيبقوا بعيد شوية آه. ال ال من هنا للماتش فترة ممكن تـ تعلى فيها بكيرف اللعيبه تجهزهم ت... يعني بص هي هي هتعتمد في النهايه على الفانيلا الحمراء الفانيلا الحمراء دا يعني هتلعب ماتش <applause> مونتريبي بالذات انا اللي علامه استفهام كبيره بالنسبه لي راس حربه احنا آه 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 ما يعني عندناش راس حربه اصلا <applause> احنا بنتكلم في حسام حسن وبيرس تاو الاثنين مصابين مش بره موجودين في اه فيعني بنتكلم في, يعني بنكلم في حتى علي الان. لطفي علي لطفي في يعني حراسه المرمى أتكلم في رامي ربيعه وياسر ابراهيم رامي وياسر اه علي معلول ومحمد هاني او كريم فؤاد يعني حد من الاثنين اعتقد ان محمد هاني هو الاقرب يعني في وسط الملعب يعني هو وسط الملعب شويه في مجموعه كبيره من اللاعبين الكبار يعني ولكن آه. ما استعدوش بالشكل جيد برضو ولكن يعني اتمنى امام ديانج ديانج ويكون بالتاكيد احمد عبد القادر لان مش شايف ان في حد ممكن يلعب الدور ده عمار او احمد عبد ولكن شايف احمد عبد القادر اكتر شويه لانه يعني عنده مجهود اكبر شويه عمار ممكن عنده مميزات كبيره جدا جدا ولكن المهاره هتغلب عليه في مباريات زي دي هيكون في ميس باص كتير خاصه في وسط الملعب هتكون صعبه علينا شويه ولكن يعني الاثنين بالنسبه لي سواء كنت افضل بس احمد عبد القادر هيكون بالتاكيد وجود حسين أفشا الشحات قفشه قفشه حسين الشحات وناحيه الشمال هيكون مم. ما تلعب احمد عبد القادر في الشمال وتخلي عمار في نص الملعب اه ماشي او لو عايز تحط عبد القادر حط يعني بص هو عبد القادر لا آه. كلام لازم يبقى متواجد بالتاكيد اه او لو خلي بالك انت ممكن. عندك مشكله في الخط الامامي في حكايه الفيرود او راس الحربة فلازم هيكونوا في ثلاثه يعني بشكل او راس حربة وهمي كده هيبقى آه. متواجد فيعني في ممكن مع مع الاثنين الديفندر لو حطينا عمار وحطينا ديانج هيكون آه قفشه وهيكون مثلا احمد عبد القادر ومكسوني و حسين, الشح حسين الشحات حسين الشحات يعني حسين دول اقرب اقرب الاسماء اللي تبقى موجوده في التشكيل الاول على الاقل لمباراه مونتيري كلنا امل في نجوم النادي الاهلي الحقيقه مباراه زي ما قلت في بدايه الحلقه هختم مباراة صعبة ومش مستحيلة وزي ما احنا بنعاني من ظروف صعبة كمان مونتري بتعاني فرقة مونتري بتعاني من, ف... من ظروف هي كمان صعبة لكن في النهاية أنا براهن أنا وكابتن أشرف زي ما قال على روح الفنانة الحمراء إن شاء الله بإذن الله تعوض كل الفوارق ونعدي بيها الصعوبات والدنيا تفرق معانا كتير قوي لو عدينا من أول ماتش إن شاء الله بإذن الله القايمة تزيد نجوم الدوليين يرجعوا نقدر نستعد بشكل أفضل للمباراة التالية وطموحنا ما نتنزلش عنه فان شاء الله ان احنا نحقق انجاز افضل من البرونزيتين اللي حققناهم قبل كده بشكرك شكرا جزيلا بشكرك جدا نورت الدنيا وكل عشان. التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ربنا يخليك بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير نتقابل دايما على شاشه الآلي في السادسه تحياتي ليكم